ما نراه اليوم في هذه القمة ربما تطورا ملحوظا عما كانت عليه القمم الست السابقة. هذه الحكومات تريد أن تعرف كيف تستطيع أن تدير مواضيعها في 20 سنة القادمة، كيف تجهز ذلك الجيل الذي يستطيع أن يدير الأزمات اليوم ويستطيع أن يدير المستقبل. ماذا تفعل هذه القمة لدولة الإمارات؟ نحن نحتضنها صحيح كحاضنة حقيقية، كما أشار سمو الشيخ محمد بأن هذه القمة هي حاضنة لأدوات المستقبل، ولكن هي كذلك أنتجت إنتاجا مهما لنا نحن في دولة الإمارات، قدمتنا كدولة ترعى التسامح والسلام.